فقرتنا الأخيرة مثل ما قلنا زينب فقرة كتير مهمة، فكتير من الأشخاص بيعانوا من آلام الظهر والمفاصل في حالات معينة ما بينفع مع العلاج الدوائي، بنضطر للعلاج الفيزيائي، وبعض الحالات يتم الجمع بين نوعي العلاج سواء الفيزيائي أو حتى الدوائي، وبيجيب يمكن نتائج كتير مهمة، نتائج إيجابية. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل أكيد مع الدكتور دريد أدهم، أخصائي بالعلاج الفيزيائي وحاصل أيضا على شهادة من جامعة باريس سوت، وأيضا دكتور محاضر في الاتحاد الرياضي العام. صباح الخير دكتور، أهلا صباح النور، يسعد لي أوقاتكم. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يعني دائما الناس بتسمع عن العلاج الفيزيائي وقد ممكن يكون له فوائد للأشخاص اللي عندها ديسك وحتى في عندها أمراض تانية مثل الشلل وغيرها، خلينا نحكي بالبداية عن ماهية العلاج الفيزيائي وفوائده. هلا هو العلاج الفيزيائي من قديم الأزل، كتير قديم، يعني علاج يعتبر من 460 قبل الميلاد على ما أعتقد. أول من عالج فيزيائيا هو أبقراط، عالج فيزيائيا هو عن طريق التدليك، فاكتشفوا هون أنه العلاج الفيزيائي عم يعطي نتائج. بعدين طور العلاج ليوصل لمراحل انه يعالج تحت الماء، يعالج باشعه الاشعه الحمراء، هي اشعه الشمس والاشعه الحمراء، اشعه البنفسجيه. فطور العلاج من وقتها لهلا لوصل لمراحل انه نحن فينا نستخدم العلاج الفيزيائي، فينا نستخدم الماشين اللي هي الالات، وفينا نستخدم يدويا. العلاج الفيزيائي هلا ممكن يعالج حالات كثير كبيره وممكن ما يدخل ببعض الحالات. يعني في حالات ما بتستدعي العلاج الفيزيائي. هلا ممكن في عندك حالات مثلا اذا صاب الشخص مثلا شلل رباعي، فيزيائيا ما في تدخل سريع، هون بيصفي في شيء اسمه جراحي. بعد التدخل الجراحي بيصفي العلاج الفيزيائي. العلاج الفيزيائي هلا هو المسمى الصحيح له هو اعاده التاهيل. يعني اذا الشخص بعد العمليه ضرر عضو بجسمه، فهذا بيساعده لانه يستعيد نشاطه ويستعيد يرجع يقوم يمشي. تمام. هلا في حالات كثيره تعالجت فيزيائيا، مثل حالات الشلل الرباعي، الشلل النصفي، النزيف الدماغي المتعارف عليه، اللي عم تصيب حتى الجنف يمكن كمان، وفي حالات الجنف، حالات الجنف عم تتعالج فيزيائيا بس. ولكن حالات الجنف اذا بدنا نتطرق لها اكثر، هي مانا فيزيائيا، فيزيائيا هي عبارة عن نوع من أنواع المساج الصيني عم تتعالج. هلأ الجنف إذا بدنا نروح للطب الحديث، الجنف ممكن يقلك بدك عملية، بدك إلى آخره، بس ولكن الجنف عم يتعالج بالطب الصيني عن طريق في شيء اسمه مساج صيني. هلأ هو عن طريق ضغط الفقرات على بعضها وإرجاع العمود الفقري لمساره الصحيح. بس طبعا هذا في له استعانة، يعني ما بدها تكون الاستعانة إلا بدها تكون الإبر الصينية، لأنه هذا صفة شيء اسمه الطب الصيني. هلأ الحالات إذا بدنا نحكي عن الجنف، حالات الجنف تعالجت كتير، يعني هون عنا بسوريا في عنا أطباء كتير معروفين وأسمائهم معروفة، قدروا أنه يتوصلوا لحالات علاج الجنف. مع أنه حالات علاج الجنف أحيانا عم تتطلب مجهود ووقت ومدة زمنية طويلة، لأنه الجنف هلأ بيكون في منه طفولي في منه شبابي. طفولي هو بيكون خلقة من الولادة، والشبابي بيكون من بعد مرحلة البلوغ. طبعا. بعد مرحلة البلوغ ممكن يصاب الشاب أو الصبية، ممكن يصابوا بجنف، بس ولكن الجنف الأقوى هو الطفولي. الطفولي الأصعب، الأصعب طبعا، لأنه بيجي على حرف إس الطفولي، فهذا صعب شوي إرجاعه، لأنه العمود الفقري شوي تأسس. يعني ما فيك أنت تشتغلي بطفل، أكيد بحالة الجنف ما فيك تشتغلي بطفل، فبدك تنطري عليه ليكبر شوي لحتى تقدري تقومي له العمود الفقري. نعم. فهون بيصير في عنا شيء بحالة اسمها التكلس. هون التكلس بيصفي هون على المعالج الفيزيائي أو على الطبيب صعوبة لأنه يرجع العمود الفقري لمكانه الأساسي. أما هون في عنا الحالة الثانية اللي هي الجنف الشبابي، هي ما بعد مرحلة البلوغ. الجنف الشبابي تقويمه أسهل بكتير، لأنه بيكون لسه جديد، أو اللي حاسس بأعراض. هلا هو أعراض الجنف اللي هي بيصيب خدر ممكن بالجسم، ممكن يعمل صداع بالرأس قوي، ممكن يعني كتير بيصيب حالات، ممكن يعمل وجع بالكتاف، يعني بيصيب حالات وجع بالظهر بشكل عام. نعم. بده يصيب وجع الظهر. نعم. بس ولكن في عالم ما بتحس عليه من بدايته، لأنه الجنف
الجنف هلا هو يا بيكون تقوس يميني يا بيكون تقوس شمالي طبعا. وما في فقرات محددة انه نحن نقول هاي الفقرات ممكن تصاب بجنف، ممكن بأي فقرة بالظهر ممكن تصاب بالجنف. تمام. أي فقرة بتكون ضعيفة ممكن تصاب بالجنف، هو الانحراف. يعني نحن عنا هيك، فممكن تكون هيك هذا قويم فبيصير انحراف، هذا بنسميه جنف نحن. تمام. إذا بنحكي عن الديسك اللي كثير من الأشخاص سواء من العمر أو حمل أوزان أو بطريقة خاطئة ممكن يصير معهم الديسك، فهل العلاج الفيزيائي بيساهم بعلاج الديسك أو نحن لازم نعمل عمل جراحي يتوازن مع العلاج الفيزيائي؟ تماما. هلا الديسك بشكل عام هو إذا كان حديث العلاج الفيزيائي بيعالجه تماما، بيعالجه من جذوره، يعني بيقومه للظهر وبيرجع بعيد الفقرات مثل ما كانت. تمام. مثل ما حكينا. اما اذا كان المرض مثل ما بقوله بالعامية مستفحل، يعني المرض كثير صار له زمان وقت كثير، هون بيتطلب عمل جراحي. بس كمان لا غنى عن العلاج الفيزيائي، لانه بعد العمل الجراحي بحاجة للعلاج الفيزيائي. نعم. اي عمل جراحي يتدخل بالعظام او عضليا يحتاج الى العلاج الفيزيائي أكيد. ويمكن في دكتور يعني حالات كتير بنسمع عنها، حتى إصابات حاليا، إصابات الحرب، كتير من الجرحى اللي بينصابوا بيضطروا إنه يقعدوا لفترات طويلة، بيجي العلاج الفيزيائي هو بيساعدهم لحتى ما يصير معهم ضمور بالعضلات، بيرجع بيكون له نسبة كبيرة بيساعد بالشفاء واستعادة يمكن الشخص لحركته ولو ببطء. طبعا هلا هو العلاج الفيزيائي اعتمادا، حكينا اعتمادا هو على المساج. وانواع المساج كثيره، يعني حتى في تمارين رياضيه تدخل معينه، هي المساج بيتدخل كثير، يعني كثير بيساعد. طبعا المساج هو انواعه كثيره، فللعلاج الفيزيائي بالذات في شيء يعني مساج رياضي ومساج طبي بيتدخل كلياته هذا بالعلاج الفيزيائي. فنحن اذا بدنا نجي نعالج شخص مثلا عنده ضمور بالعضله، فاول شيء نحن بدنا نحرض هي العضله او بدنا نحرض هذا العصب اللي متاثر ومتضرر، بدنا نحرضه لانه يرجع يشتغل، يرجع يضخ دم بشكل صحيح، ترجع العضله لهيكلتها الصحيحه. هون بيصفي عنا شيء اسمه العلاج الفيزيائي اللي هو التدليك اليدوي مع التمارين الرياضيه مع حركه الجسم مشان ترجع تاخذ هيكلتها العضله. كثير من الاشخاص دكتور بيسالوا انه العلاج الفيزيائي هل له يمكن اضرار جانبيه او حتى سلبيات؟ هلا ممكن يكون له اضرار جانبيه باي حالات؟ في يعني في بعض الناس عم ياخذوا العلاج الفيزيائي على انه هلا ما بحكي انه ممكن عندنا بسوريا، لانه لسه سوريا بخير، يعني لسه العالم قلبه على بعضها، بس عم بحكي يعني ببعض الحالات نفسهم ضعيفه ممكن ياخذوا العلاج الفيزيائي على انه قصة مادية وليست قصة إنسانية. أهم شيء أنه نحن لما بدنا نتعالج فيزيائيا يعني نروح عند حدا إنساني، يعني يعرف يحدد المشكلة ويعرف كيف يحلها للمشكلة بأقرب وقت، يعني وقت قصير، مختص كمان وقت قصير، يعني لأنه نحن يعني أحيانا عم يجي معالج فيزيائي عم يقعد مثلا، هي بتكون الجلسة مثلا بتحتاج أو المريض بيحتاج لأربع خمس جلسات عشر جلسات، بيقول له لا انت محتاج لخمسين جلسه. فصفت تجارة. امور تجاره. فنحن ما بدنا ندخل بهذا الجانب التجاري، بدنا ندخل بالجانب الانساني. الجانب الانساني انه بتساعد، بس ولكن نحن اذا بدنا نحكي بالجانب هذا بيكون عندنا نحن تعب كثير لانه نوصل المريض لهي الحاله. حكينا انه هدول اللي داخلين موضوع التجاره ممكن يضروا المريض، يعني ممكن حركه غلط للمريض. هلا في مثلا حالات شلل دماغي او النزيف الدماغي، في إلى شيء معين. يعني انا تعرضت مره لمريض او مريضه عفوا، رحت لعندها مصابه بنزيف دماغي اللي هو الشلل النصفي، مصابه فيه. فكان في معالج فيزيائي قبلي مأزم الحاله اكثر، يعني عم يعرضها. في عندنا نحن شيء اسمه اجهزه اللي هي بتعطي نبضات كهربائيه للعصب، بتكون نبضات خفيفه بس، ولكن اذا كان استمراريتها بتعطي سلبيات ما بتعطي ايجابيات. يعني هي بدها تكون بفترات متفاوته بين ثلاث جلسات لثلاث جلسات لحتى تقدري تحطيها للمريض. ما عم نحكي بهي الحاله، بالحالات كلها يعني. فلما نحن
تعرضنا لهذا الشيء وجيت انا بدي اعالج هي الحاله، لقيت انه متازمه اكثر ومتراجعه الحاله كثير كثير متراجعه، فما قدرت اني اقدم شيء الا لبعد مده زمنيه طويله، ولا انا كنت ممكن مده زمنيه قصيره اني عالج هي الحاله. لازم ننبه كل الاشخاص قبل الاستعانه بجلسات العلاج الفيزيائي مثل ما قالت سلمى، ناخذ شخص مختص او طبيب او شخص له درايه وعلم بهذا الموضوع، مو اي شخص صار معالج فيزيائي يعني. تماما، انا حكيتها بالاتحاد الرياضي للمتدربين والحكام، حكيت انه قلت لهم انه لما بدنا نستعين بمعالج فيزيائي لازم نعرف خلفيته. تماما، ما نجي يعني، لازم اهم شيء نحن في عندنا مثل بالعاميه قيل عن قال، يعني ناخذ قيل عن قال انه انا انشفيت على ايده عن طريق عن طريق عن طريق عن طريق، ما انه والله انا لما بحس بالم بدي اروح على معالج فيزيائي ارخص واحد. لا، مو ارخص واحد، انه روح مثلا اطلع على النت او ابحث عن حدا ممكن دق له او اطلع لعنده فورا، فانا ما عرفت خلفيته. تمام، انا ما عرفت مين معالج. صح، فانا بدي اشوف حدا من الاقرباء من الاصدقاء معالجه هذا الشخص لاقدر اروح لعنده، لانه ممكن العلاج الفيزيائي ممكن يسبب شلل. اكيد، يعني ممكن يسبب شلل للجسم بشكل تام. يعني اي شيء اذا ما انعمل بالطريقه الصحيحه ممكن يعطي شيء سلبي وليس ايجابي. يعني اليوم هيك اخذنا فكره بسيطه من حضرتك دكتور عن العلاج الفيزيائي ومجالاته، يمكن يكون لنا لقاءات قادمه نحكي فيها بالتفصيل. أكيد. لسه في المساجات، في الابر الصينيه، في كثير مجال. تمام، واسع. تمام، بالعلاج الفيزيائي. بدنا نشكر وجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمتها.